فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: لأستغفرن اللام تدل على قسم مقدر، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار باللام وبالقسم المقدر وبنون التوكيد الثقيلة. فهنا ثلاثة مؤكدات أكد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستغفر لأبي طالب. وقد جاء في رواية أخرى التصريح بالقسم، قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأستغفرن لك وسكت، وإنما قال ما لم أنه عنك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه نوع من القلق في هذا الاستغفار، فكأن في قلبه قلقا من أنه سيأتي نهي، لكنه ليس بمتأكد عليه الصلاة والسلام في هذا، ولذا قال: أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأستغفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والسين علامة على أنه فعل مضارع كما سبق بيان هذا الأجرمية، والسين للاستقبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلب بالله جل وعلا فيما يستقبل في أمره أن يستغفر لأبي طالب. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يحلف، فأقسم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل ولم يؤمر، حلف ولم يستحلف. وهذا يعيد بنا إلى ما مضى من فوائد من أنه يجوز أن تقسم من غير أن تستحلف إذا كان الأمر على شيء مهم. ولا شك أن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يدل على أهميته أنه شفع له. ومن الفوائد عند هذه الجملة لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أن كلمة النهي هنا فيها دلالة على القاعدة التي طالما تذكر، وهو أن الأصل في النهي هو التحريم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما لم أنه عنك، فدل على أنه إذا جاء النهي ماذا سيصنع عليه الصلاة والسلام؟ سيكف عن الاستغفار. فيفيدنا بأن الأصل في النهي هو التحريم من خلال هذه الجملة. من الفوائد أيضا تحت هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في معجم الطبراني بين علة استغفاره لعمه أبي طالب، وذلك باقتدائه بأبيه إبراهيم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في معجم الطبراني أنه استغفر لعمه أبي طالب اقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.